الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم مشاهدينا واهلا بيكم، وهذه الحلقة الجديدة من مصر جميلة. يا رب دايما مصر جميلة بأبنائها المخلصين دايما في كل مكان. الحقيقة تحية تقدير وإجلال واحترام لكل الحقيقة المؤسسات بتاعة الدولة اللي النهاردة تتكاتف بشكل منتظم وبشكل حقيقة خطة موضوعة أكتر من رائعة. بنشكر شكرا جزيلا لخط الدفاع الأول، أصحاب البلاط البيضاء والدكاترة والتمريض وكل الحقيقة العاملين في المجال الصحي. تحية تقدير وإجلال واحترام لرجال القوات المسلحة ورجال الداخلية اللي أمنوا امبارح مصر في حظر التجوال، أو اليوم الأول لحظر التجوال في مصر. والحقيقة زي ما شفنا وتابعنا عبر وسائل الإعلام أمس مشاهد أكتر من رائعة، كان في التزام كبير جدا من السادة المواطنين خوفا وتضامنا مع الدولة المصرية ان احنا نخلص بقى من هذا الوباء. واعتقد ان عندكم الحقيقة احساس كبير جدا انه يا رب نخلص بقى من الحبسة دي ونرجع لحياتنا الطبيعية، وده بالتأكيد هيتم بإذن الله، وممكن يتم في أقرب وقت وفي أقرب حقيقة، يعني يكون بسرعة كبيرة جدا لو احنا كملنا انتظرنا في بيوتنا، امننا حياة الناس اللي بتشتغل، قدرنا ان احنا نتواصل مع بعض بشكل الحقيقة ونسمع الملاحظات ونعمل احتياطاتنا. ده بالتأكيد انا بقول لحضراتكم بالتأكيد الموضوع ان شاء الله هيخلص بسهولة شديدة جدا ونعود لحياتنا الطبيعية مرة تانية. طبعا ما عندناش حوار غير تداعيات هذا الوباء، وبالتأكيد هنتكلم طبعا على الإجراءات الوقائية، وزي ما حضراتكم متابعينا كل يوم بنتكلم مع حضراتكم بالتأكيد على انه بيكون عندنا ضيف من الأساتذة والدكاترة المتخصصين في هذا المجال وفي هذا الشأن، عشان نقدر ان احنا كمان نواجه الشائعات ونواجه الافتاءات اللي بتتم على مواقع التواصل الاجتماعي. لا، احنا بنجيب المتخصص عشان نسمع منه حقيقة هذا الفيروس او الكورونا فيروس. ده جزء ان شاء الله هيكون من حلقتنا النهاردة في مصر جميلة. الجزء الثاني طبعا كلنا متابعين ومؤكدين جدا ومركزين جدا مع تصرفات وتحركات الدولة المصرية في إدارة الأزمة. ده لوحده علم كبير جدا، بنشوف الحكومة بتتصرف ازاي، بنشوف الحكومة بتوعي المواطنين ازاي، بنشوف المتابعة اليومية لهذا الحدث. كلنا بقينا بنرصد عدد الأرقام من المصابين من فيروس كورونا. الكلام ده كله وراه منظومة، وراه خطة كبيرة جدا اسمها خطة إدارة الأزمات. مصر النهاردة بتقوم بإجراءات احترازية واستباقية كبيرة جدا عشان نقدر نواجه هذا الخطر الداهم اللي يمكن أثر على دول بنسميها دول المصاف الأول أو دول العالم الأول، والنهاردة لا حول لها ولا قوة. النهاردة مصر الحمد لله من أكبر نسب الشفاء في فيروس كورونا، وده بالتأكيد وراه عمل وجهد كبير جدا. هيكون كمان لقائنا في هذا العلم كيفية إدارة الأزمات، الدولة المصرية تصرفت إزاي في الجزئية دي أو في مواجهة هذا الوباء. ده كله إن شاء الله هيكون حوارنا في مصر جميلة النهاردة. هيكون ضيفي وهنتكلم طبعا يعني زي ما حضراتكم متابعين من الإجراءات الاحترازية اللي حطيتها الدولة المصرية، إن هي قفلت، تم غلق العيادات الخاصة بالكامل، المستوصفات الجانبية، الكلام ده كله بقى الأمور متوقفة بس على المستشفيات المركزية والمستشفيات العامة واللي موجود فيها الحجر الصحي لهذا الفيروس. وبالتأكيد عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي هينزل لحضراتكم كل أماكن اللي بتستقبل حالات الطوارئ في مصر في هذا الوقت تحديدا. وهنتكلم طبعا عن دور المستشفيات الحكومية في التوعية لمواجهة فيروس كورونا، وهيكون ضيفي في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور محمد عز العرب، الدكتور بالمعهد القومي للكبد، وهنشوف تأثيره طبعا على أجهزة الجسم، لأن احنا كلنا مركزين وعارفين انه هو فيروس بيصيب الشعب الهوائية. طيب ايه اللي بيحصل؟ هل ممكن يؤثر على باقي اجهزة الجسم ولا لا؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله من ضيفي وضيف حضراتكم في الفقرة القادمة بإذن الله. فقرتنا التانية زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن علم إدارة الأزمة، وهل الدولة المصرية قدرت ان هي تدير هذه الأزمة بكل الحقيقة احترافية؟ ده اللي احنا هنسمعه من الدكتورة رباب الششتاوي، أستاذ علم النفس وخبير تنمية بشرية وعلوم الطاقة. وهنشوف كمان دورنا احنا كمواطنين في إدارة الأزمة، لأن احنا لينا دور كبير جدا
وهنعرف كتير عن هذا العلم في مصر جميلة. من فضلكم ابقوا معنا، بعد الفاصل ألتقي بحضراتكم. ما الواجب على المدارس والجامعات القيام به للوقاية من انتشار العدوى بين الطلاب والأساتذة؟ المدارس والجامعات هي مكان لاختلاط شديد، لذا لابد من اتباع التوصيات الأساسية، أهمها التحوية الجيدة لأماكن تواجد الطلاب سواء في المدارس أو في الجامعات، النظافة الشخصية خاصة غسيل الأيدي، اتباع آداب العطس والسعال، وكذلك الإبلاغ في حالة وجود أي أعراض صحية، التوجه بشكل دائم مباشر إلى مقدم الخدمة الصحية سواء بالمدرسة أو بالجامعات، وفي حالة عدم تواجدهم تقدم مباشرة إلى المستشفيات أو المراكز الخدمة الصحية الأخرى. كيف أضمن سلامة الطعام من فيروس كورونا؟ في 5 وصايا هامة لضمان سلامة الطعام اللي بناكله، ده لحمايتنا من فيروس الكورونا وغيرها من أي أمراض أخرى قد تأتي من خلال الطعام. أول حاجة، حفاظ على النظافة الشخصية للشخص معد ومقدم الطعام. الحاجة الثانية، الطعام الني والمطبوخ لابد أن يكون مأمون ومضمون ومعروف مصدره. طبخ الطعام طبخا جيدا، الحرارة قادرة على قتل معظم الميكروبات والفيروسات. في حالة بقاء الطعام لابد من بقائه في درجة حرارة مأمونة. وأخيرا، استخدام مياه ومواد نيئة مأمونة. ما مصادر المعلومات الموثوق بها التي يمكن الاطلاع عليها لمعرفة تطورات هذا المرض؟ عندما يحدث اكتشاف مرض جديد كالذي نواجهه فيروس الكورونا الجديد، بيحدث انتشار لبعض المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي. من المهم جدا ان احنا نحاول نصل الى الحقيقة او المعلومة الموثوق بها من مصادر رئيسية، وزارة الصحة في كل دولة، المؤسسات الصحية الرسمية، وكذلك منظمة الصحة العالمية دائما بتقدم كل ما هو جديد عن هذا المرض من خلال مواقعها الإلكترونية. المناعة الكويسة اللي بنتكلم عنها بتيجي من تغذية سليمة، زي طبعا ان احنا نبقى بناكل خضروات وفاكهة، ويعني اكل غني بالفيتامينات، ان احنا نكون بنشرب مية كويس، ان احنا نكون بنحافظ على نظافتنا. كل ده يعني بحط الشخص في انه يقدر يقاوم المرض بصورة كويسة. طبعا الاشخاص اللي هي مناعتهم ضعيفة دول اللي بيحتاجوا عناية اكتر، ودول اللي بيحتاجوا عزل جامد جدا طبعا عشان يعني نقدر نعالجهم بصورة سليمة.